مشاهدينا الكرام، حاليا وصلنا الى مكتب سيادة الرائد عبد الحميد بومضياق مدير مكتب مكافحه الجريمه في الجبل الاخضر. اكيد معنا شيوخنا الاجلاء من الاوقاف، و حنحكي في موضوع حلقتنا اليوم ان شاء الله، وان شاء الله رسالتنا توصل. بدايه اهلا وسهلا بكم جميعا، ورب يحفظكم موفقين موفقين سيادة الرائد او شيء، ورب يعطيك الصحه. كلمه الاولى، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بدا العمل في هذه في محاربة السحر والشعودة بعد ورود معلومات على سحرة أجانب كثرتهم في على مستوى عام بالنسبة للجبل الأخضر المدينة اللي احنا فيها. ولما طلعنا اكتشفنا الأضرار اللي صايبة الناس والمواطنين، أوجزنا أن ضروري أن نقدموا شيء للمواطن. خطبنا هيئة الأوقاف وكان الرد الله يبارك ما شاء الله، تعاونوا معنا، كلفوا معنا مجموعة لجنة من الشباب السلفية، بدأ العمل. وأول ما بدينا كان ضبط شخص فلسطيني جنسية، واكتشف أنه ضار عائلات كثيرة وناس واجد، فرق أجواز، ركب في الدنيا كما قلنا فيها، بس لاعب فيها كثيرا. ما خش بقصة الجنسيات وشنو الشيء قدمه أنتم كجهاز، كيف تواصلتوا أو أول حاجة، أو بداية كيف عرفتوا أنه في ناس صحارة موجودين عندنا؟ هل شكاوي من الناس ولا عن طريق أجهزة أمنية معينة؟ شكاوي من الناس، طبعا شكاوي من الناس، بدا من نساء من رجال، يعني شكاوي بدا من الناس ان صار عندهم امور، والسبب من جاهلهم او من قله ومن قل الدين المعلومات اللي في الدين، اتجهوا للاشخاص وبعدها طبوا في تفرقه وفي امراض. لما جوهانا اتضح انه سحر وشعوذه، انتقلنا عاد وبدا العمل على التحرير. يعني هم الناس هم اللي كانوا يعدوا السحاره هذوما، بعد عرفوا انه هو موضوع زاد عن حد جوكم. جميل، كيف تعاملتوا معهم وكيف تم الأدلة عليهم؟ بدأ التحري طبعا بجمع معلومات عليهم، شنو وين ايش كانوا وكيف طريقة علاجهم. فاتضح طريقة علاجهم كان مثلا البخاخات، الأغلبية اللي معاهم بخاخات حشاك نجاسة، أبوال تراب قبور، غسل الميت، هذا والنجاسة اللي حاضروا بها في الجانب الكامل، حربة مطحونة، أشياء غريبة بالكلام، ما تخش عاد البني آدم. وكانوا يتعاملوا بالجان وكانوا يفرقوا في عصر، فيه ناس كثيرة اعترفوا عليهم كانت مصابة بالورم وكانت كذا، اتضح أنها كانت نسيجة سحر. شفيت بعض الحالات كانت مقعدة، طلع يعني كله سحر. وللأسف للأسف ربي يلطف بحال ويهدي الله النساء، النساء هذين بشكل غريب بك، لأن أمهاتنا أخواتنا هذين ربي يصلح حالهم، ونشهد بالله أن يفك الله خربت الدنيا. أنتوا الأشخاص هذوما الصحراء المواطنين هم اللي بلغوا عن أماكنهم، وأنتم مشيتوا قبضتوا عليهم ولا؟ تمام، بعدين صار التعاون بينك وبين الأوقاف، كيف صار التوافق بينك وبين الأوقاف في هذا الموضوع؟ التوافق كان تحصيل حاصل، لأن هذوم أهل الاختصاص. يعني هم قصدي معهم معك من الأول؟ فلما نجيبنا ساحر سكر عليه، والله ما عندي منديل، ابو ما ليش عارف ماله، وكان حاجه اخرى اختصاص. فلما جو تعاملوا معاه واثبتوا ان الدجال دجال، الساحر ساحر، كل حد ورونا خانته وكل حاجه. لكن للاسف اللي نعانوا منها جميعا واللي هي قصه ما فيش قانون يجرمهم، فيش قانون يجرمهم، مخالفه تقريبا نصب واحتيال فقط. نحن نطالب بالجهات التشريعيه متمثله في النواب وسيادة المستشار عقيله صالح يلتفت في هالموضوع، يعدل، يدير لهم قانون حسب ما جاء في الشريعه الاسلاميه، يدير لهم قانون يردح اجانب مغربي باكستاني تونسي كل نساء فلسطيني مخربين الدنيا. يعني احنا مش واضحوا المشاهد اكثر، يعني قصدك انك انت في قانوننا ان الساحر لما تمسك انه هو ساحر واثبت عليه انه هو ساحر، كما نقولوا بالعامي التقاز صحار، هذا كله ما فيش قانون رأي قانون قوينا مثلا يحكم عليه الحكم انه ممكن مثلا يعاقب بمعاقبة كاملة على شغله. تواصلنا مع اشخاص من النيابة العامة، مشينا غادي، قالوا ما عندناش قانون يجرم. فعلا لما حولنا بعض الحالات تقريبا غرامة مالية وممكن حاجز لا يزيد عن 6 ايام او فقط. كان هذا خاش ضر بيوت وضر ناس وضر، يعني الا كما قلت حضرتك ممكن لو كان مجلس النواب ياخذ قرار مثلا في الدستور الجديد او شيء كذلك.
ان شاء الله ان شاء الله جاي افضل باذن الله تعالى. نحييك سياده الرائد، وطبعا اكيد نحيي شيوخنا الاجلاء اللي معنا اليوم. نتمنى اهلا وسهلا بكم وجزاكم الله الف خير وبارك الله فيكم. تم التواصل رسميا بمخاطبه مكتب الاوقاف والشؤون الاسلاميه وكذلك الهيئه العامه للاوقاف والشؤون الاسلاميه للنظر في بعض القضايا التي يعني ذات اختصاص متعلقه بالسحر والشعوذه، وهذه القضايا من ناحية الشرعيه يعني حكمها وكذا. فالحمد لله تمت مخاطبه الجهه المختصه ثم تكليف الشيخ موسى سالم وعبد الله بمتابعه هذا الموضوع من حيث من الناحيه الشرعيه والنظر والوصيه والنصيحه في الباب هذا. فكانت هذا اول تواصل، ثم نقلنا هذه الصوره للهيئه العامه للاوقاف. الحمد لله سعى رئيس الهيئه العامه للاوقاف والشؤون الاسلاميه، هذه كانت الخطوات الاولى التي يعني بدينا معها. فعلا جينا هنا وقعدنا وتم يعني بعد ما تم التحري على الناس وبلاغات ثم القبض على الاشخاص، وجينا بصفه يعني نظرنا لافعالهم. فعلا كنا افعال يعني وجدنا قران يعني ممزق ومدنس بالنجاسه، كذلك وجدنا الاقفال والمسامير وبعض الاسحار والصور، وجدنا ملفين من اول ساحر هذا كان جنسيته اعتقد فلسطيني، ولما ذهبنا اخرج هذه المبرزات كلا ملف كامل سحر في التفريق والقتل، كم من أسرة أفسدها، كم من أسرة مزقها، كم من إنسان مريض يعني حتشوفوا تنتقلوا إلى المبرزات بإذن الله، عليكم في تقرير لكم مصور تروا ويرى المواطن ما يهوله وما يتعجب منه حقيقة. ونحن نشكر حقيقة من هذا اللقاء قناة الحدث على تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، والذي يعني بإذن الله تكون فاتحة خير لمحاربة هؤلاء السحرة والمشعوذين، وكم فهم لا يقولون جرما وخطرا على الدواعش والتكفيرين. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم وبارك الله فيكم. أين مول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من تبع هداه. أولا نشكركم على حضوركم مدينة البيضاء ولهذا الجهاز. قناة الحدث معروفة السباقة في مثل هذه الأمور وفي توضيح كثير من الحقائق للمواطنين. ثانيا هو الساحر لما يدخل هذا الأمر يدخل بقناعة، هم لما دخلوا مثل هذه الأمور دخلوا بقناعة ودخلوا دخلوا بقناعة أن يعني أول شيء أدخلهم أكيد الكسب السريع هو الربح السريع والأموال تأتيه، فدخل على هذا السحر. وأنت يكفيك أي إنسان يعني مسلم يعرف أن عبادة غير الله كفر، يعني أي إنسان يعرف أن إنسان يعبد غير الله عز وجل مثل الذي يعبد صنم، اللي يعبد شيطان، يعبد أشياء، هذه يعرف أن كل الأشياء هذه محرمة في شرعنا. فالشاهد أن الساحر لما يدخل على هذا الباب يدخل القناعة، فيبدأ يتطور به الأمر، يتقرب بالشيطان، كلما ازداد في الذنوب والمعاصي وفعل الكبائر والموبقات كلما ازداد الشيطان يخدم في هذا السحر، أو مثل تبخير بعض الأبخرة المعينة ليبيها الشيطان، أو تبخير مثل الحربة المحنطة تبخر في البيت، هذا كله قربان للشيطان. يعني بعض الناس للأسف الشديد لما يذهبوا لهذا الساحر يقول له بخر بيته بحربة محنطة، يعني إنسان لما يبخر بيته بحربة محنطة رائحة البيت إيش بتقعد، هذا قربة للشيطان، وهذا يزداد الشيطان يتسلط على هذا البيت، يتسلط على هذا البيت. أي نعم يسلط هذا البيت، وهم حيجوا أخرى وحيدفعوا مال، وهكذا تبدأ تمشي سلسلة الابتزاز وسلسلة أخرى يعني قد تدخل حتى في الأعراض، وهذا أمر خطير جدا. والأمر هذا يعني استشرى، وهذه ظاهرة يعني سواء في البيضاء أو في يعني في جميع مناطق ليبيا كل الناس يعني تشتكي من هذا الأمر. كثير من الأسر يعني عندنا يعني صفحة اسمها واحدة مكافحة السحر والشعوذة، يعني المشتركين فيها العالم 50,000 الآن، كلهم كل يشتكي من السحر ويشتكي يعني في جميع مناطق ليبيا حتى من طرابلس وغيرها، كلهم يعني استبشروا خيرا بهذه الخطوة العظيمة وهي مكافحة السحر والشعوذة. وراه ديننا الإسلامي يحث، وجاء دين الإسلام لمحاربة مثل هذه الأمور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا
أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأحاديث كثيرة جدا، بل الله عز وجل قال في كتابه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا هذه الآية فدلت على أن تعلم السحر كفر، تعلم السحر وكفر بالله عز وجل بنص كتاب الله كما في سورة البقرة وغيرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس منا من سحر أو سحر له، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة فقد سحر. اللي يعقد عقدة وينفث فيها هذا يسحر. شوف هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة مثل هذه. ليش يفرقون بين المرء وزوجه؟ فهؤلاء فرقوا بين المرء وزوجه والأخ وإخوته ونشروا الفساد، منهم من أمرضوه منهم من فعلوا، والله الحمد الواقع خير شاهد على ذلك. ولقينا بعض الأصحار منهم من كانت مريضة لها سنة أو أكثر من سنة، منهم من أصيبت يعني بعرج وأصيبت بتشوه في وجهها وكذا، لما بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرجال أزالوا هذا السحر، الله الحمد ردت أمورها طيب وكذا. لكن من منبركم ومن قناتكم نوصي جميع الليبيين والليبيات المحافظة على الصلوات، محافظة على أذكار الصباح والمساء، الإنسان دائما يكون على طهارة، يترك الذنوب والمعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. أنت حفظت الله عز وجل في صلاتك في قيامك في كذا في أذكارك، يحفظك الله عز وجل من كل سوء مكروه. ممكن يعتبر أكثر ناس يتعامل مع السحرة هم النساء، واحترامنا طبعا لأمهاتنا وزوجاتنا وخواتنا. والموضوع هذا تم يزايد كما قلت، البيوت خربان واجد والأجانب هذوما يجون هنا برضو. هو حتى نحن نقدر نقوله إحنا عندنا عتاب على الأب أو على الزوج، إنه مفروض نقدر عارف زوجتي وين ماشية وهالي وين ماشية وعمان يتعاملوا. والصحرة هذوما يعني ناس متخافش الله، والصبايا ربي يهديهم جميعا مش عارف كيف يوصلن. فلو لو تكون نصيحتك للنساء بشكل عام، ونبيك تحكي لي قصة حكيت لي بدي قبل ما نصوره على موضوع البامبارين اللي لقينا فيها لقيتوا فيها صورة مرأة وش كيف صار معها، بس يفهموا كيف هو شنو يديروا الصحراء. أولا نصيحتي للنساء أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن. يعني كثير من النساء يعتقدن أن الساحر هذا هو اللي يجلب الزوج، والزوج هذا رزق، يعني الله عز وجل يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، منهم من يرزق بزوج ومنهم من لا يرزق بزوج، ومنهم من يرزق بزوجة صالحة ومنهم من يرزق بزوجة يعني غير صالحة. فلذلك هذين أمور يعني بيد الله عز وجل. لكن المرأة لما تكون يعني ثقافتها الدينية يعني صفر، يعني هي متشبعة بثقافات خارجية، وتعرف أنت الإعلام عبر وسائل التواصل هذه لو دخل فيها الإنسان ما عنده علم حيضيع. ليش؟ لأنه يشوف في أشياء ويشوف في ناس يقولوا إن الأمر هذا مباح، والأمر فلان هذا بيد الرزق ويجيب الرزق ويجيب النحس ويجيب السعادة. أي نعم، بأي شكل من الأشكال يلجأ لهؤلاء، هو يطلب منه أشياء، قد يطلب منه أشياء يعني خطيرة جدا، يعني قد يعيش طول حياته في كآبة وفي حزن، فقد يصل إلى أمور الساحر أمور عظيمة جدا، مثل ما تمشي لمرأة صغيرة وكذا. نحن جونا يعني ناس يشتكون من مثل هذه الأشياء، يعني لما يأتي الإنسان، أي هذه وصية حتى للرجال، أي شخص يقول لك معالج يمس زوجتك هذا مش معالج. أي شخص مهما كان يمسك المرأة لا يجوز، مس المرأة أقرأ عليه قرآن من بعيد. كيف يجي مثلا الساحر كذا ويبدأ أموره المخلة وغيرها من الأشياء اللي تقضي حتى في المرؤة. فالشاهد نصيحة النساء أن يتقين الله عز وجل. بعض النساء تذهب تسحر لزوجها وهذا لا يجوز. أنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني حق الزوج عظيم جدا على المرأة، حق الزوج عظيم. لو كنت آمن لأحد أين تحت طوعي أو كذا، أو رجل يريد أن يعدد يأتي مثلا تسحر أمبشي مثلا كذا، هذا كله أمر عظيم جدا. حتى شيخنا في حتى البيئة لذا مثلا ناقمة على قريبتها أو على جارتها تبي تفرق بين الزوجة بتنكد أين؟ هذا الأمر الحسد، الحسد طبعا يدعو إلى البغي، والبغي هو الظلم والتعدي. فالحسد والحرص على الدنيا يدعو الإنسان يؤدي إلى أن يحتدي عليه ويظلم بأي طريقة كانت، أما بالاعتداء عليه بالضرب أو بالاعتداء عليه حتى بالكذب عبر وسائل التواصل، أو الاعتداء عليه بطريقة السحر والعياذ بالله. وهذه من شر الطرق، يعني أمور الأخرى حتى هي كبائر، لكن هذه من شر الطرق، لأن الإنسان قد يخسر دينه، إنسان قد يخسر دينه في هذه الحالة،
أي نعم يلجأ إلى الصحراء، وأنتم سمعتوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كائن عرف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أنت ماشي ومقتنع بهذا الساحر ومصدق بأنه يجلب غيره. أي نعم أي نعم. الأمر الثاني يعني القصة أي نعم، المرأة هذه كانت تعاني يعني لها فترة وهي تعاني، وكان البنبن هذه مكتوبة وجدوها يعني في مكان مظلم الأخوة وجدوها وعليها منديل مغطاة واسم عليها اسم فلانة بنت فلانة وعليها صورتها. وطبعا البنبن هذه أي نعم بابني هذه الدبابيس فيها 35 دبوس كلن في الراس وفي الأذنين وفي العينين وفي الفم وفي الرقبة جميع البدن وسحر البدن. المرأة هذه كانت تعاني في الليل، كان جسمها كله يعني ألم يعني قالت أي نعم أم اتصل وقالت جسمها كله يسطر يعني جسمها مش عارفة صوروا رنين مغناطيسي صور أمور كثيرة، وحتى أصيبت بالعرش وأصيبت بمرض حتى يعني في 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 وجهها والعصب السادس. فالشاهد من هذا اللي كانت تعاني من هذا السحر وهي ما تندرش على نفسها أنها مسحورة أو كذا. مسحورة هي صورتها في البنبرين هذه. نعم صورتها واسمها، والصورة أيضا فيها نجاسة دم حيضة عزكم الله. وهذوم السحرة دائما يتعاملوا بالنجاسات، يتعاملوا بالقاذورات، يتعاملوا بأشياء يعني لكي ماذا يسيطر على هذا السحر. يعني كيف عرفوا أن السحر أن المرأة هذه مسحورة أو مجهولها عمل في البنبرين هذه؟ كيف ترى تشوف السحر ده؟ نعم السحر هو كان واضعه وكان مخفي في مكان واحترف به وطلع الساحر. أنا أين احترفه وأخرج عارف أخرجه ومكتوب اسمها المرأة. أين طبعا صورتها موجودة المرأة، لكن في برنامج إذاعة جبل الأخضر دارت مداخلة أمها دخلت على البرنامج مباشر مداخلة وشفاها الله وشكرت لأهلها كانت حتى مصابة بالعرج فشفاها الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. يعني شوف انت الاضرار يعني منهم من مصاب بالشلل ايضا اصاب يعني لكي ياتي الى امور اخرى فاصاب الرجل بالشلل وامور كثيره جدا. يعني انا مثل ما قلت حتى من قبل وفي مقطع قلت امور تشيب لها مفارق الرؤوس. نسأل ذكر الشيخ موسى كذلك هذا الساحر يعني كان له علاقه بسحره خارج البلاد كذلك السحرة داخل البلاد، والسحر اللي عنده متنوع، سحر التفريق، سحر الانتقام، سحر المحبة والقبول، ويعرف أن السحر أنواع كما ذكر العلماء منه الصرف ومن العطف، وهو ناقض من نواقض الإسلام وكبيرة من كبائر الذنوب، وجاء فيها الوعيد الشديد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل استعمل جميع أنواع النجاسات من البول والحيض ودم النفاس وكذلك أثار ماء الرجل وكذلك غسل الميت، ووضع هذه القاذورات وهذه الأسحار في مقابر المسلمين القديمة والحديثة الآن، وضعه في الأثار القديمة حتى يقوى. كان يستعمل في قلب القرآن وبخه بآلة فيها نجاسة، بخاخ هذا زي المعطر أو الملمع، جعل هذه القصاص في هذه القارورة يخفي هذا حتى يقوى العمل. فحقيقة شيء يعني عجيب يحتاج من الجميع من الإعلاميين والمشايخ والجهات الضبطية والقضاء ومجلس النواب الوقفة الحاسمة للتصدي الحقيقة لهؤلاء السحرة والمشعوذين، وألا يعني نجعل لهم يعني سلطان يتسلط به على المسلمين. فكم من كما ذكرنا من حالات ذكروها المشايخ يعني مرضى وشلل. ناهيكم عن الحقيقة السقوط الأخلاقي لدى هؤلاء والتعرض لأعراض اللبيات الحرائر والتعدي عليهم. كما ذكر أحدهم يعني كان الضحايا كثيرة من النساء، فيه ممارسات خاطئة، فيه ابتزاز، والأسف الشديد هذه الاعترافات يعني موجودة. ولكن الإنسان تعرف أن الأثار الجانبية والاجتماعية المترتبة على هذه الاعترافات الاعترافات يعني الشيخ موسى قاضي الاعترافات هذه ممكن خطيرة عليهم هم لا شك. القاضي كيف يحتفوا مثلا ولا غنظام خلاص اللي صار ضحف زي مدير وعن عندي مدير؟ طبعا احنا نتعرضوا للنصيحة من المشايخ حقيقة، ينصحهم وذكروا فيه بالله وأن هذه الأعمال كفرية وأن هذا حرام وأن هذا يعني لا يجوز التعامل به وهذه المعاصي وهذا ظلم للناس.
فيتعرض النصيحة، هذا الجانب اللي نحن فحقيقة نقول له أنت أذكر شيء كل شيء وفك عن الناس حقيقة، لأنه هو ساحر وضع السحر في مقابر، فنخرج معاه يعني وجدنا كراسات عندهم معبة بأسماء أناس وقبائلهم وأماكنهم، فهذين الأشياء يعني ويخرج، والحمد لله نحاول نعالج كثير من الأسر التي حصل لها هذا السحر باحترافهم، ما بدون باعتراف، وإن شاء الله حتكون لكم أكيد عندكم تروا هالمبرزات بإذن الله في تقريرك من كامل، وحتى تكون حالة من حالات هؤلاء السحرة تكون وثيقة أولى عن طريق الحدث، حتى يعلم يرى الناس وهلنا في بيوتنا وأمهاتنا مدى خطر هؤلاء. وأنصحنا أولياء الأم وأبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا إذا حصل لهم شيء من هذا الأمور أنا عليهم بالرقية الشرعية، يقرأ كتاب الله على أنفسهم، البقرة، سورة الفاتحة، أذكار الصباح والمساء، ينفث على نفسه، لا يذهب إلى مثال هؤلاء اللي عندهم يبتزوا أموال الناس وحقيقة وأخلاقهم، فكون عندنا وعي طيب، وهذا ينسحب على الجميع، واللي يعاني منه في البيضة تعاني منه في بغازي، تعاني منه في درنا، في طبرق، حالات كثيرة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، مع بعضنا توا حاليا حننزل برفقة سيادة الرائد عبد الحميد وشيوخنا الأجلاء وكاميراتنا، وحننزل نشوفوا الموضوع على أرض الواقع، ورب إن شاء الله يلطف بحال.